ولا مرة سألت حالي ليه أنا هيك؟ ليه؟ لأنه هيدا الشي منو عاجز قدامي. هاي واضح، أنا زينب، عمري 28 سنة، من لبنان، بشتغل بشركة ستاتستيك للدعايات لي 8 سنين. أنا خلقت إيدي هيك وبإجري اليمين حتى بروتيز إجر اصطناعية، وعيت أنا هيك، تقبلت حالي مثل ما أنا، ولقيت حالي مني لوحدة إني عم بلبس، عم باكل، عم بعمل حط ميك أب، عم بعمل أي شيء لوحدة. فوتوني أكيد على مدرسة من أنا وصغيرة، كان عمري بعتقد كان 4 سنين وقتها فت على مدرسة، وأنا لوحدي شلت القلم ولونت بالتلوين بالإيدتين، يعني ما حدا ساعدني أو ما جابوا لي حدا لحتى يساعدني، وهيك كفيت يعني وتعلمت وقدرت أنجح. درست وصلت أنا للترمينال وما قدرت كفي بسبب الظروف المادية، فقدمت على مؤسسة بتساعد الاحتياجات الخاصة وهن لقوا لي شغل باللي عم بشتغله أنا هلأ. وأكيد يعني أول ما قدمت على الشغل كنت عتلاني هم، لأنه كنت أول مرة بشتغل وبعدني فيه لهلأ يعني، بس إنه هيك step by step، والاتكال على الله أهم شيء لحتى وصلت لهون. أكتر شيء الصعوبات اللي بعينيها هو البلد، أكتر شيء اللي عايشين فيه إنه ما في حقوق للاحتياجات الخاصة لحتى أقدر أطور حالي أكتر وأوصل للي أنا بديه. فبحب أنا حلمي يكون فيس موديل، بس إنه أكيد الواحد دايماً بده يشكر الله على كل نعمة عطاياها ويحب حاله، وأنا بحب حالي وماني مستحية بحالي، لأنه بقدر أتكل على حالي وأعتمد على حالي بدون مساعدة حدا. أكيد دعم أهلي بالحياة بيلعب دور، لأنه أهلي اللي وصلوني لهون وحببوني بنفسي أكتر، كان فيهم يستحوا فيي ويحطوني مثلاً يخبوني بالأوضة، فأكيد هذا الشيء كان حيدمرني وحيقلل من شخصيتي. لا، هيك عطوني الدعم وخلوني روح وإجي، والعالم تشوفني وتحبني أكتر وتتعرف علي كزينب مثل ما أنا. لا، ليه نحن بدنا نستحي بولادنا؟ هيدي خلقة الله. ولا بالعكس، كل ما شكرنا الله على النعمة كل ما الله عطينا بالمستقبل أكتر وأكتر وأكتر. أهم شيء دعم الأهل، لأنه هو الأساسي وبيوصل لنجاح بالحياة.